اروح لاي انسان اقول له تعال نطيني او هاي ما يصير يعني. فاني بجهاتي بهاي يعني معيش عيالي. بهذه الكلمات يلخص ثامر جبار قصة حياته كضرير مكافح منذ الولادة، يقطن منطقة الأنوار بمدينة الكوت في محافظة واسط، يعشق عمله الأساسي بإصلاح الدراجات النارية ويأبى أن يكون عالة على أحد. أصلح دراجات، أصلح غسالات، أصلح غرف نوم، أشيد فشوية تعب الأمور يعني. يعني مرور الزمن إذا ما عندي ما تجيني دراجة أطلع، فالهورة بيأكلني سبيع كل شيء. تحدى الضرير ثامر إعاقته منذ الصغر، معيناه على تجاوز صعوبات الحياة زوجته وطفله الوحيد الذي دفع ضريبة كبيرة باضطراره لترك المدرسة والتعليم من أجل دعم والده. وضع الاجتماعي، أنا رجل متزوج وعندي طفل واحد ما يقارب 13 سنة عمره، فجاي عيني بطل حتى من المدرسة والحمد لله وشكر يعني قوة جاي بها على الحياة هاي. فمرات نطلع نبيع كلينيس، مرات يساعدني يعطيني صبانة بالفيترية وهاي يعني ماشيينها. وبالرغم من كفاح ثامر الطويل وسعيه لتأمين احتياجاته وعائلته، إلا أنه بالتأكيد يحتاج إلى دعم حكومي غاب عنه لسنوات طويلة باعتباره على الأقل مواطنا من ذوي الاحتياجات الخاصة. مثال الشباب العاطل عن العمل، مثلا عندك ثامر ضرير صيانة دراجات وصيانة غسالات وصيانة كناتير أو غرف أخشاب، أخذ من عنده. مرات أنا فيتر صير علي لود، أدز الدراجات عندي زيادة أدزن الثامر. ما شاء الله ما فد يوم واحد شكالي من عطل من يمه، ما فد يوم ينسال شيء، وخير من الله. هو ضرير سبحان الله. ما يدل الواحد الطيني مثلا يحب يشتغل، يحب مثلا يطلع يشتغل اي بكلينيس بشغلات وهذه، حتى مرات يبيع هيك ما هيك على همه شيء توقف الشغله، هاي شغلته هو خطيه. ثامر جبار انسان قدر له ان يكون ضريرا في هذه الحياه، مناضل عزيز النفس اختار الاصرار والكفاح والرضا طريقا له ليكون عبره.